وزير الداخلية إبراهيم مراد وفي كلمة له أشاد بالمجهودات الجبارة لأبطال الجزائر في سبيل إنقاذ الأرواح والتي جعلتهم محل إشادة من العالم كله. فلنتابع. موفدين من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء وطاقم الحكومة لنقدم لكم اعترافنا بما قدمتموه من عمل العالم كل بهر فيه العالم كل يعني أشاد بتجنيدكم وأشاد بتدخلاتكم. كنتم الأولين المقول الوحيدين ربما في سوريا وقمتم بعمل جد وجبار كما عهدنا هذا عند كل الجزائريين وأساسا عند عوان وضباط وعوان الحماية المدنية. فالكل يعترف بكم محليا لهنا فرقم فخر للجزائر على الأعمال الجبارة الجليلة التي قمتم بها، شيء عظيم وهذا ما كنا نتمناه. ولذا أبى السيد رئيس الجمهورية إلا أن نأتي هنا يعني نوصل تحياته لكم واعترافه بما قمتم به.